حتى لتسعة. مرحبا بكم من الشكل 8:15 دقيقة. تود سويت نعملوا طلع على أهم جافي صحفنا الوطنية صدر لليوم. حل الجريدة. حلينا الجريدة والاستحقاقات الرئاسية 2019. أبرز عنوان موجود في جريدة المغرب وصورة لممكن المتسابقين على الرئاسيات. نلقوا يوسف الشادر، الغنوشي، حمد نجيب الشابي، كمال مرجان، مرزوقي، باجي قادي السبسي، حمل همامي، محمد عبو، كثيرون على الطريق إلى القصر طريق الشاهد نحو قرطاج. تلقاها في افتتاحية زيد كريشان الصادرة لليوم. بالنسبة إلى جريدة الصحافة كيف كيف، حطت صورة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد مكتوب عليها بالأحمر: الشاهد في التوقيت الخطأ، لا أحد سينتظره مستقبلا. هذا العنوان اللي موجود، وفوق منه زاد عنوان واحد آخر في الصفحة الثالثة تلقاو ديتاي: النهضة تطرق باب الرئاسيات وخطاب الشاهد متأخر بعد نهاية أسبوع مريحة اجتماعيا وسياسيا. بالنسبة إلى جريدة الشروق اختارت عنوان العنوان اللي هو يقول: يراقبنا السياسيين والأمنيين وتجار لتمويل العمليات الإرهابية، إرهابيات يسيطرنا على إعلام القاعدة وداعش. وبعد الاتفاق بين الحكومة والاتحاد هكذا نتدارك ما فات من الامتحانات. نلقاو زادا في الصفحة الثالثة الكاريكاتور بالنسبة لجريدة الشروق اليوم اللي هو الصورة للسيد سليم الرياحي وترويحة بحسابها، هكا قال العنوان: ممكن نروح آخر فيفري ولا آخر ماي ولا ممكن نبطل، نعرف ترويحة غالية وباش تتكلف لي. رحموني اللي كتب الكاريكاتور هذية. على كل نتعدو إلى جريدة المغرب كيف كيف. المغرب اللي حكيت على هيئة الانتخابات تنتظر تنظر اليوم في احتساب دورية الانتخابات وتواريخ المقترحة، ورزنامة الانتخابات التشريعية والرئاسية ستكون جاهزة في نهاية الشهر الجاري. جريدة الصباح اللي اخترت اليوم تحكي على دوسي فساد من الحجم الثقيل، دوسي مهم جدا، فضائح وشبهات وزعزع الشريك الاستراتيجي لستيج. هذايا اس ان سي لافلان الكندية: بؤرة فساد دولي نخرت محطة توليد الكهرباء بسوسة منذ سنوات، وملف فساد عملاق الهندسة والأشغال في العالم. الشركة الكندية اس ان سي لافلان لان متواصل بين ساق حثيث باش تفجر يوما عن يوم بعد يوم عن حقائق مدوية من خلال التحقيقات القضائية الجارية في كندا، وتتصدر الفضائح الشركات الصفحات الأولى للصحف ونشرات الأخبار العالمية. هذه الفضائح والشبهات جزء منها نفذ في تونس من خلال صفقات وأعمال مريبة. انطلق مسلسل الفضائح هذية اللي لاحق الشركة عقب انهيار نظام معمر القذافي ومحاولتها لتهريب مهندس صفقاتها في ليبيا الساعدي القذافي للمكسيك على طريق عمل مخابراتي خطير شارك فيه عملاء من أستراليا انطلاقا من تونس وموظفين كبار بالشركة. يتم تمويل مصاريفها وإدارتها من مكتبها ومقرها الاجتماعي اللي في تونس تحت إدارة رياض بن عيسى المدير التنفيذي للشركة في شمال أفريقيا. وعلى خلفية المحاولة هذه اتخذت السلطات القضائية المكسيكية قرار بسجن سيندي فاني الموظف بالشركة اللي اعترفت بتورطها في تكوين عصابة لاستقبال ولد القذافي على أراضيها بوثائق وهويات مزورة، وتلقت مقابل ذلك من إدارة الشركة بكندا مبلغ 113,000 دولار من أجل المهمة هذه حسب تصريح المدير المالي للشركة لأحدى الصحف الكندية. وغيرها من الديتاي الملف هذه فيه صخر الماضي وسليم شيبوب اللي تم تجنيدهم لإتمام صفقات الشركة لقاء عمولات سخية، محطة الكهرباء بسوسة فساد وغش وتجهيزات صناعية مستعملة، شركة أنكو اللي تدفع فاتورة فساد أس أن سي لافالان في تونس والقضاء اللي ينصفها، فما ملف كبير هذا تلقاو لديتاي في تحقيق للزميلة منية العرفاوي اللي قدموا لها تحية على ليديتاي اللي موجودين في الصفحة الرابعة من جريدة الشروق. عملوا طلع عليه مهم جدا هذا الملف. رياض بن عيسى رجل المهمات المشبوهة للشركة في تونس، سيد هذا يذول اليوم موقف في سويسرا اليوم في أفريل 2012 اللي تم سجله في لمدة تجاوزت سنتين من أجل فساد وتبييض الأموال بالتنسيق مع السلطات القضائية في كندا اللي اقتحموا شركة في موريال. وعلى كل
ملف للمتابعة وملف مازال ينجم يحل ملفات كبيرة في ملفات الفساد. على كل تبعوا وعملوا طلع على الموضوع هذايا تفهموا حجم الفساد في الطاقة وخاصة مع الشريك الاستراتيجي لستيج. نمشي مع سارة للأخبار الأخرى اللي موازية للمشاكل متاعنا هذه. باهي أمين، أنت مغروم بليدي غاغا ولا؟ ليدي غاغا مانيش مغروم. بابش يقولك مغروم بها فازة وبر. أنتو هي تخطبت. تخطبت صحيح. أي صحيح. سيكر محمد الشريف مشي فيها. بيلي على محمد الشريف أنا أحكي عليها. عملنا في المشاكل. بيلي أحكي لي على محمد الشريف. الصحافة اليوم قال لك ليدي غاغا تخطبت وأعلنت على خطبتها من صاحبها اللي خليته بعيد على الأعلام من عام 2017، وهذا كان في حفلة هوليود بعد ما كرموها. ولا مبروك عليها ليدي غاغا. شالا بدو بتمام وكهو. بكمل عليها. وقتش تهز زيزها زعمة. تونا مشي وتونا حضر. شوف بالله كان ماشي الحمام ولا حاجة. هي أمين. والله شوية سويك وشوية لبين بالله. على كل شوية طفل. تصور بلاي تصور كنت تزينا مثلا تعمل فازة هكا من علاش انتصار تعمل ايداء وتعمل فازة ايه مثلا على انستغرام ولا كذا وتقول هذي القفة متاع ليدي غاغا وتاقيها فيها وتصير بوز التسعة نمشي اوكي جرب عملها انت تسعة تو نقترحوها وتو نعاونوك فيها احنا على كل اوكي نستنى اللي بعد في الشروق حكاوا على مايكل كارول استرالي رجل استرالي ويا فرحه ما تمت كما قالوا مايكل هذا عامل نظافه عام 2002 ربح في القمار 12 مليون دولار شري قصر وعاش 10 سنين يصرف في الفلوس وتو رجع للصفر ما عندوش حتى دار يبيع في الفحم وقال انا مانيش متحسر على الفلوس اللي مشيت واللي يجيب السهل يمشي بالسهل هكا ولا مين هكا قالوا أي. انت ايش قولك خلي ربي معهم اخوي انا الامور هذه انا ما نفهمش فيها ما نفهمش فيها الامور هذه ما تدخلش فيها ما تدخلش فيها الامور هذه خاتيني قال لك زيدا كارثة صارت في الهند مشروبات كحولية مخشوشة قتلت أكثر من 100 واحد في زوز ولايات من الهند بعد ما شربوا المشروبات الكحولية هذه حسبوا جيعة في المعدة وذاق عليهم النفس وماتوا وشدوا أربعة من الناس متورطين في الحكاية ومازالت البحوث هو ربي باقي الستر حتى هذه ما تعنينيش اللي بعده بارك الله عليك لا منظميس بتعمل حد شيء اللي بعده ومن القضايا اللي حكيت عليها شروق تهريب الأثار في حي التضامن تونس طيحوا شبكة تسرق في الأثار وتهرب فيها الليبيا منول شكوا في زوز وليد من حي 2 مارس ياخي تبعوهم وخلطوا عليهم حبوا يهربوا زوز هذوما أما شدوهم وإفكتيف مالقوا عندهم المحجوز واللي هو إبريق من العهد البونيقي ومازلت الأبحاث متواصلة باش يكملوا يشدوا بقية العناصر معنا فجورة الإبريق مشيهم مسيكنات على كل هو شبكات لا لازم بالعكس لا لا فجورة الإبريق نفذكم ولكن هذا يروا خطر كبير اللي قاعدة ينخر في الباتريمون متاعنا فإحنا عنا لسيت أركيولوجيك متاعنا اللي هم مش محميين ومنها تقريبا ألاف لسيت أركيولوجيك للأسف اللي ما نيش عاطين قيمة قيمة تاريخية والقيمة المادية للموروث اللي عنا على كل أنا مش نستدعاكم في موسيقى